طيب استاذ شريف، لو سالتك سؤال بجانب اخر يخص النادي الاهلي وقلت لك ايه وانت دلوقتي قاعد معايا مباراه تتذكرها ممتعه اخيره للنادي الاهلي، اخر مباراه شفت فنيا وتكتيكيا وفرديا كانت ممتعه وجيده للنادي الاهلي؟ احنا لسه كنا بنتكلم في الفاصل قبل ما نخش يعني انا والاستاذ محمود، كانت ماتش الاهلي والزمالك في السوبر اول مباراه الفايلر 3-2. دي اخر مباراه انت شفتها للاهلي كانت ممتعه وفيها اداء فني؟ اللي هو الاهلي كان متقدم وبعد كده حصل اصابتين وبعد كده الزمالك جاب جولين والنتيجه طلعت 3-2، كان ماتش السوبر. دي من المباريات اللي مش هنساها طبعا. ليه بقى؟ ليه الفتره دي كلها؟ لان كان يعني مدرب اول مباراه ليه وشفنا طريقه اداء، شفت بصمه وبصمه، هو طبعا كان حضر فتره الاعداد يعني كان عنده فرصه يتفرج ويشوف ويأسس والكلام ده كله، وكانت اللعيبه مجهده زي ما هو حاصل دلوقتي. لكن يعني انا بضيف على كلام استاذ محمود في جزئيه غياب الشخصيه. طبعا في مجموعه شعارات كده جماهير الاهلي والناس كلها بتقولها في الاعلام وبتاع، اللي هي الاهلي بمن حضر وروح الفنانه الحمراء. لو نرجع بالذاكره السنه اللي خرج بيها الاهلي من دوري ابطال افريقيا امام صن داونز، السنه دي كان الدوري صعب جدا وكان فيه كام مباريات مؤجله والزمالك كان فارق بعدد نقاط، مش كان الاهلي فارق يعني، حتى لو الاهلي كان لعب كل المباريات المؤجله كان هيبقى الزمالك برضو فارق. صحيح. في الموسم ده او في الجزء ده من الموسم يعني في الجزء الاخير من الموسم روح الاهلي هي اللي جابت البطوله اضافه الى الدعم الجماهيري. صحيح. ولو نتذكر كم الاهداف اللي احرزها الاهلي في بلاس 90 في البطوله دي اللي هي كانت بتاعت لاسارتي بقى من امبي وانت ماشي فعلا امبي وسموحه والاتحاد علي معلول وطلع الجيش، كان في اكتر من ماتش كان بيخلصوا بلاس 90. صح. كانت روح الاهلي معوضه يعني تواضع مستوى لاسارتي كمدرب او وصدمه الخروج من دوري ابطال وصدمه الخروج من دوري ابطال افريقيا بنتيجه ثقيله.